شيخنا هنا قضية تتكرر أيضا، أن الناس تسأل دائما أحيانا، يعني تسأل بعد وقوع المعاملة ليس قبل الوقوع. بعد وقوع المعاملة العقود الفاسدة الحل فيها بقاعدة عامة أن يلغى العقد ويرد كل واحد ما أخذ ما أعطى، يرد كل واحد ما أعطى ويأخذ المقابل، فكأن شيء لم يكن، هذا هو حل العقود. ولكن إذا كان تعذر الرد فعليه أن يتوب إلى الله، عليه أن الله عز وجل قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والواجب أن يسأل قبل المعاملة، لا يقدم على شيء وهو يجهل. هذا هو الواجب، المسلم يجده أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، مش بعد ما يعمل ويطيح الفاس في الرأس يقول لي بنسل. السؤال والدين هو الأول، قبل أن تخطو أي خطوة احفظ دينك قبل أن تحفظ نفسك، حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. كان قد تخاف على نفسك من الجوع ونقص الأموال، ويتخاف على نفسك من القتل، وفي حاجة تعلق بدينك قدم مسألة الدين هي الأولى. إذا حفظت دينك يحفظ الله لك نفسك ويحفظ لك مالك.